عليك بس الناس عايزه تطمن على الحاله الصحيه بتاعتك. احسن حاجه بتتحسن ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرمك. شفت تفاعل الناس عليها ازاي والناس عايزه تطمن عليك؟ شكرا. فشاوي اخويا حبيبي يعني يمكن من اول ما اقترحنا اسم فشاوي في الفيلم وانا متحمس جدا للتجربه والشغل معاه ومع اسماء برده كنت حاسس ان احنا الثلاثه ان شاء الله يا رب هنعمل حاجه كويسه. شكرا. يلا رايح. ايوه.